الرحمن الرحيم. محمد سالم بوكريشة، رئيس الرابطة الإقليمية لجمعية الآباء بإقليم العيون. نحضر هذه الدورة التكوينية التي تنظمها المديرية الإقليمية بالتنسيق مع الأكاديمية في إطار، وهذه مبادرة حسنة وجيدة في إطار توعية جمعية النسيج الجمعوي لجمعية الآباء بإطاره القانوني، وهذه أمور اللي هي مهمة واللي من خلالها كيستطيعوا الأعضاء ديال جمعية الآباء يعرفوا المكانة ديالهم. وجمعية الآباء هي كشريك أساسي ومهم داخل المؤسسة التعليمية، ولعبت مجموعة من الأدوار، كذلك أن الترسانة القانونية أولى الأمور كاملة من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، من المخطط الاستعجالي، من الرؤية الاستراتيجية، من التقرير ديال المجلس الأعلى، كلها أمور بوأت جمعية الآباء مكانة مهمة وعطتها أمور خصوصا في إطار الشراكة. وجمعية الآباء مدعوة بعد هذا اللقاء التكويني إلى تفعيل هذه الأمور اللي مرتبطة بالشراكة وتقديم مشاريع، وخصوصا في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي هي كتمول، وهذه أمور اللي هي غادي تعود بالنفع العام على المنظومة التعليمية، ولأن هدفنا كامل جميعا لا إدارة ولا جمعية الآباء هي المصلحة الفضلى للتلاميذ والتلميذات بالإقليم والجهة. والسلام عليكم. السعي منا كمتتبعين للشأن التربوي بالعيون وكمنتخب ممثل جمعيات الآباء وولايات التلاميذ وبصفة، السعي منا كمتتبع للشأن التربوي بمدينة العيون ومنتخب لممثل جمعيات آباء وولايات التلاميذ وبصفتنا عضو لمجلس إداري لممثلي جمعيات آباء وولايات التلاميذ، ننخرط اليوم بهذه الدورة التكوينية للجمعيات. الدورة كتجي أنها كتأطر جمعية آباء في قانون الإطار والمتمثل في المشروع 17، وبالمناسبة ننوه بالمجهودات المبذولة للمديرية الإقليمية خدمة للمدرسة العمومية. نشكر المديرية الإقليمية لجهة العيون الساقية الحمراء على هذه الدورة التكوينية اللي تلبيها لها الجمعيات آباء وولايات التلاميذ ديال المؤسسات داخل جهة العيون الساقية الحمراء.